يقع جامع آيا صوفيا بجانب الجامع الأزرق. الجامع الأزرق في صيانة حاليا، دخلنا بس في صيانة. هذا هو الجامع الأزرق للآن باين في الشاشة، هذا هو. إذا كنتم من هواة التصوير والإكسسوارات الكاميرات والهواتف النقالة، عندكم سوق سيركجي أو سيركجي كذا ينطقوها في إسطنبول، إحنا قريبين منه. طبعا هو قريب من السوق المصري أيضا، نفس الشيء لو أنتم جايين من السوق المصري على طول يعني جنبه، هي مشي 5 دقائق فقط. وأيضا سوق البازار الكبير قريب أيضا من المنطقة، يعني ممكن تغطوا عدة أشياء في منطقة الفاتح فقط بالمشي. لا دائما نأخذ سندويك شاورما، سندويك بيض، فطائر، بس هذه المرة لا، هذه المرة سندويك السمك، هذا اللي تشوفوه قدامكم، وهذا هو السندويك في إسطنبول. وسعر السندويك الواحد 12 ليرة تركية. İstanbul Kadıköy. Selamun aleyküm. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. هذه الحقائب على 20 ليرة. أنواع وأشكال.
بعد ما خلصنا من سالي بازار رجعنا مره ثانيه لمحطه كاني كوين، اخذنا العباره مره ثانيه الى ميناء او مرفا ميمينونو، ومنها اخذنا الحافله متجهه الى ميدان تقسيم. حاليا انا اصور من امام كامل تقسيم. لمحبي الشاورما هذه المطاعم في ميدان تقسيم. سلسلة مطاعم ورا بعض كلها شاورما برجر عصائر. طبقه kadar buradayız. En güzel açlar Beşiktaş'ta başlar. هذا بالمرة جنب جامع تقسيم، وهذا هو الميدان. خاصة مشان السفر يلي بده ياخذ هدية لأصدقاء لأهله العائلة إلى آخره، نحط مثلا الاشياء اللي يحبها الزبون، النكهات اللي يحبها الزبون بهذا البوكس مثلا. هذا البوكس يتغلف ينعمل عليه لاصق وينعمل بكيس خاص بينعمل فاكيوم يسحب منه الهواء منشان فترة الاكسبيري تبعه تطول، عرفت علي شو؟ وبهالشكل هذه ينباع. كيف اسعارهم لو سمحت؟ اسعارهم في عندك هون ب 200 ليرة الكيلو، هذا اللي بدون سكر؟ بدون سكر هذا سبيشال. هذا 200 ليرة للكيلو. هذا هون عندك إياه 120 ليرة الكيلو. كل هذه النوعيات 120 ليرة فيك تشكل بالنكهات ما في مشكلة. السوق المصري ما شاء الله سوق متنوع من البهارات والمكسرات والحلويات. Sweets, sweets, I love sweets, donuts, ice cream, chocolate candy. Yeah.